مسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم لهجن أصحاب السمو والشيوخ. تصحيح مشاهدينا الكرام لصاحبة المركز الأول في الشوط الماضي الشاهينية للسيد صالح بن الصغير بن بدر العامري، هي صاحبة المركز الأول دعناها باسم سالم، هي صالح بن الصغير بن بدر العامري حسب التدوين، ولكن التصحيح مطلوب وحاضرين إن شاء الله للجميع. نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع الشاهينية سيد حبيب بن محمود بن حبيب على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، المركز الثاني الشاهينية لعبد الله بن عودة البلوي من تأتي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث المركز الثالث الشاهينية لسيد أحمد بن خلفان بالشاوي الغفلي، ولك وهنا التدخل من الشاهينية لسعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد على المركز الرابع، المركز الخامس الشاهينية القادمة بكل قوة في هذه اللحظات أو الشبلة لبطشان بن صالح الليامي من تصل بهذا الأداء الجميل، هناك بشاش الخلفان بن راشد بالشاوي الغفلي من تأتينا على سادس المراكز، المركز السابع هملولة طلال بن سعيد المري تأتينا على المركز الثامن، وفي المركز أو المركز السابع المركز الثامن، المركز الثامن هنا الفائزة لسعيد بن عامر بن حمود النيادي، وهناك من الجانب الآخر التسلل من أبراق لمحمد بن سريم بالسلمي العفاري من تأتي على المركز الثامن، وفي المركز التاسع المتحدة هادي بن سعيد بن مصلح الحبابي، وعاشر المراكز المركز العاشر القادمة بنت الحنيش لأحمد بن مبارك المنصوري على المركز العاشر، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في الانطلاق في التحدي في الإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام بعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، بعود إلى الشايبة، سيد أحمد بن خلفان بالشاوي الغفلي من انتزعت الصدارة انتزعت المقدمة والمركز الأول، أبراج في المركز الثاني محمد بن سليم السلمي بالسلمي العفاري من تأتي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث هنا تأتينا الشارجة عبد الله بن عود البلوي من تأتي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع المركز الرابع الشبلة لبطشان بن صالح الليامي من تأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس المركز الخامس الفائز لسعيد بن عامر بن حمود النيادي على خامس المراكز، وفي المركز السادس سيد حبيب بن محمود بن حبيب الشاهينية سادسا، المركز السابع المتحدة هادي بن سعيد بن مصلح الحبابي من تأتينا بهذه الانطلاقة السابعة، المركز الثامن المركز الثامن الشاهينية لسعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد الشاهينية لمحمد بن حماد بو خرايط تأتينا بالانطلاقة الجميلة على المركز التاسع، وفي المركز العاشر المركز العاشر هملولة لطلال بن سعيد المري على المركز العاشر، هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى مشاهدينا الكرام، والأسامي قادمة أيضا لكي تنضم إلى المراكز الأولى، وبعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، بعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام على الصدارة أبراق لمحمد بن سليم بالسلمي العفاري على الصدارة على المقدمة على المركز الأول الشايبة أحمد بن خلفان بالشاوي الغفلي على المركز الثاني، المركز الثالث الشبنة البطشان بن صالح الليامي من تأتي على المركز الثالث، المركز الرابع الفائزة لسعيد بن عامر النيادي من تأتي على المركز الرابع، المركز الخامس الشارجة للسيد عبد الله بن عود البلوي تأتينا على المركز الخامس، وفي المركز السادس المتحدة هادي بن سعيد بن مصلح الحبابي، المركز السابع تأتي الشكلة لمحمد بن مبارك بالعور لخيالي، وصلت أيضا المتحدة
او المتحديه المكتوم بن محمد بن راشد بن غدير من تاتي بهذه الانطلاقه. وهنا وصل ايضا بالكوس ما تهاب لحميد بن مطر بالكوس قادم ايضا باول ندى في هذه اللحظات. عاشر المراكز عاليه لحمد بن سعيد الراشدي على المركز العاشر. هذه النتيجه للمراكز العشرة الأولى، وبعود إلى الصدارة، بعود إلى الفائزة. بدأت تفوز الفائزة، بدأت تفوز الفائزة على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. الفائزة لسعيد بن عامر النيادي على صدارة، على المقدمة، على المركز الأول. الفائزة لسعيد بن عامر النيادي على صدارة، على المقدمة، على المركز الأول. الشايبة أحمد بن خلفان بن شاوي الغفلي ثانيا، المركز الثالث تأتينا الشبلة لبطشان بن صالح الليامي. ما تهاب على المركز الرابع لحميد بن مطر بالكوس. المركز الخامس مكتوم بن محمد بن راشد بن غدير من تاتينا على المركز في هذه اللحظات الرابع. وصلت الشارجه لعبد الله بن عود لبلوي السلام، وهنا ايضا عاليه لحمد بن سعيد الراشدي. ومن الجانب الاخر جباره علي بن مهير بن كليب لقتبي من تاتي على المركز الرابع وتتدخل من اصعب موقع من الجانب اليمين. يا سلام، تتجاوز وعينها على الصداره، عينها على المقدمه جباره. علي بن مهير بن سيف بن كريب، علي بن مهير بن علي بن كريب على الصداره، على المقدمه. المركز الثاني الشبله بطشان بن صالح الليامي. الشارجه لعبد الله بن عود البلوي. ارى ثالثا المركز الرابع الفائز سعيد بن عامر النيادي. المركز الخامس الواصلة لسالم بن السيلم الشرجي العامري. ولكن هنا جبارة على الصدارة، جبارة على المقدمة، جبارة على المركز الأول. علي بن مهير بن علي بن كليب لقتبي من تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني لبطشان بن صالح الليامي الشبلة من تأتي على ثاني المراكز. ولكن جبارة على الصدارة، جبارة على المقدمة، على المركز الأول. سلام لها للمدام، سلام للمدام، سلام تهانينا العلي بن مهير بن علي بن خريب على فوز جبارة بالمركز الأول. المركز الثاني الشبلة لسيد بطشان بن صالح اليوم. المركز الثالث الشارجة عبد الله بن عود البلوي. المركز الرابع لسعيد بن سالم سالم السيلم الشرقي العامري. هناك ايضا سعيد بن عامر النيادي، وايضا طلال بن سعيد المري. هناك ايضا في هذه اللحظات احمد بن خلفان بالشاوي. ونعود الى التوقيت الزمني 7:58، 4 أجزاء من الثانيه توقيت الزمني الذي سجلته جباره. تهانينا العلي بن مهير بن علي بن كريب على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني الشبله لبطشان بن صالح اليامي.